الأمة العالمية. هذا الكتاب اسمه 48 قصة تهجير من فلسطين، هو مجموعة من قصص التهجير من 48 النكبة والنكسة لليومنا الحالي، وهو بصوت كل اللي تهجروا. فعنا أجداد وأجداد أجداد وأحفادهم كاتبين القصص. تعاون معي تقريبا 80 شخص على هذا الكتاب، كل شخص اشتغل من قلب وروح بدون ما يتعوض ماديا، لهيك احنا 100% من ريع هذا الكتاب بيروح عشان يدعم PCRF اللي هي مؤسسة فلسطينية، ولدعم الأطفال الأيتام واللي انبتروا أجزاء من أجسامهم. وأنا فخورة كتير إنه الكتاب هذا كان جزء من التصفية للجائزة. مترجم كتاب غسان كنفاني عن الثورة الفلسطينية في عام 36، وتم ترشيح الكتاب لهذه الجائزة، وطبعاً أنا فخور جداً بأنه ترجمتي وصلت لهذا المكان، ومستغرب نوعاً ما لأنه طبعاً هاي الجائزة يستحقها غسان كنفاني الله يرحمه. طبعاً النشاطات من هذا النوع مهمة جداً، لأنها أولاً بتبرز بعض الكتابات، وكل الكتب اللي تم ترشيحها هي كتب رائعة، وأيضاً بتخلق مساحة للعرب في بريطانيا ولغير العرب في بريطانيا يجوا للحديث والحوار والاستكشاف حول المواد مش بس المترجمة اللي تم نشرها في الفترة الأخيرة، وخاصة في هذا العام أثناء الإبادة والمجزرة والسكوت والركود العربي والعالمي في وجه هذا الإبادة وهذه الوحشية الصهيونية والإمبريالية، إنه يكون في مساحات للشعوب نفسها وأعضاء المجتمع إنهم يجتمعوا وينسمع صوتهم. يعني إحنا طبعاً فخورين بمؤسسة ميمو إنها بتقوم بهذا النشاط سنوياً، وطبعاً من حيث المجتمع العربي في بريطانيا إنه يشارك في الثقافة العربية ويثبت وجوده في بريطانيا ثقافياً وفي لغته وفي اللغة الإنجليزية واللغات الأخرى. فهذا طبعاً إن شاء الله يكون يعني خطوة بهذا الاتجاه، وإنه يكون إثبات لوجودنا في هذه الدول في الشتات وفي المنافي، يعني خطوات على الطريق إنه يكون إلنا قوة ضاغطة وفاعلة في تغيير السياسات، وفي كمان يعني إبداء الآراء والتحاليل اللي ممنوع نبديها في بلادنا الدكتاتورية.